أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة برغم قوتها إلا أنها قوة رشيدة تتسم في تعاملها بالتوازن. وأضاف الرئيس السيسي أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالتوازن والاعتدال الشديد. مهم قوي أن أنا أسجل هنا أن عمر القوات المسلحة رغم قوتها ما كانت إلا قوة رشيدة بتتسم في تعاملها بالتوازن الشديد، وعمر ما كان قوتها سبب أبدا أو مسار لغطرسة في الأداء أو التصرف لا داخليا ولا خارجيا. صحيح سياستنا الخارجية بتتسم بالتوازن والاعتدال الشديد والحرص على عدم إزكاء الصراعات، ولكن برضو القوات المسلحة ده عقيدتها، وده العقيدة دي انعكست على، لأن القوات المسلحة هي جزء من شعب مصر.